الفيلم الثاني هو The Road طريق من إخراج جون هيركوت في 2009 واللي هو أدابتاسيون ديال رواية الكاتب كورماك ماكارثي اللي كتحمل نفس العنوان واللي خرجت في 2006. والأحداث الفيلم واقعين في واحد المستقبل بعيد اللي فيه العالم كامل مضمر بسبب واحد الكارثة عظمى مجهولة الأصل اللي ردت الدنيا كئيبة. الغابات مفحمين والشجر سيطيح والرماد في الأرض وفي الجو وكل شيء مضمر وما بقاو لا حيوانات ولا نباتات غير بعض النجات، منهم واحد الأب اللي تلعب الدور ديالو فيغو مورتيسن وولده اللي تلعب الدور ديالو كودي سميث، تاين وسط الخراب وباغين يوصلوا للبحر على رجليهم والخطر مهددهم من كاع البلايص حيت الناس اللي بقاو على قيد الحياة ولاو مصوفجين ومتوحشين وما فيهم رحمة بسبب الجوع والبرد اللي غادي وكيتزاد وحتى شي حد ما كيعقل على الاخر. ابشع خطر اللي تهدد الناس اللي بقاو على قيد الحياة هو الكانيباليزم، اكل لحوم البشر. في هذا العالم الكئيب اللي مشاو منه الوان الحياة، ديك الاب وولدو شاقين طريقهم للبحر جارين واحد الكروسة ديال واحد السوبر مارشي فيها الرافيتايمون ديالهم وحاضين مع جنابهم. الاب خايف على ولدو ما تيعقل على حد في حين الابن باقى فيه الرحمة وما باغيش يفقد الامل. واثناء السفر ديالهم وسط الدنيا المظلمة غادي يصادفوا بزاف المفاجآت الزوينة والخايبة حتى لواحد الوقيتة القصة غادي تنكشف وتمشي بينا بعيد.